في ثلاث انواع، فوطه تحت وفوطه امام وفوطه فوق. انتبهوا، ثلاث اشياء، فوطه تحت وفوطه امام وفوطه فوق. نبدا، انا الحين ما راح اطالعكم تحت وارجع الرقبه ورا ديسك الرقبه، هذا الاول. الثاني امام وارجع الرقبه ورا، الثالث فوق وارجع الرقبه ورا. مقاوم، في مقاومه بين الرقبه وبين الفوطه. هذه ثلاث تمارين الديسك الرقبه لابد تعرفونها، فيه فوطه تحت وقاوم بالرقبه، فوطه امام وقاوم الرقبه، وفوطه لاعلى وقاوم بالرقبه. هذه كلها اللي عندها مشاكل ديسك الرقبه، الفقرات السفلى او العفه. ثلاث فقرات، اعيدها لكم، تحت وارجع، امام وارجع الرقبه فيها مقاومه، والثالثه لاعلى وارجع. انا الان اخاطب الفقرات كلها، فقرات الرقبه فيها مقاومه، فيها شد الرقبه، فيها تمرين علاجي لديسك الرقبه.